اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاكارم في هذه الحصه الجديده والخاصه من برنامج صحتك لباس نستضيف اليوم الدكتور والاستاذ احمد عايش يونس استاذ الاعصاب والتاهيل بجامعه لندن اهلا وسهلا أهلاً بك أهلاً دكتور أهلاً. احمد مشاهدينا اليوم سوف نتحدث عن اهميه العلاج طبيعي واعاده التاهيل بالنسبه لالام الظهر والرقبه والتخفيف او او علاج الام الظهر والرقبه طبعا هذا الموضوع شائع الام الظهر تحديدا شائعه عند الكبار والصغار واليوم سناخذ بعض النصائح وبعض الاستشارات الضرورية للحفاظ على صحة الظهر والرقبة وأيضا العلاج الطبيعي لهذه الألم اهلا وسهلا دكتور احمد شرفنا صرنا زمان ما شفناك والزملاء اليوم سالوني عنك وايضا المشاهدين دائما بيسالوا وين الدكتور احمد هذا دكتور احمد دائما مشغول مؤتمرات <applause> يعني مشاهدينا وايضا دورات تدريبيه و... و... وسفر وسفر وتدريس والله الاسبوع الجاي, الجاي نازل الاردن عشان اعالج آه سيده علاج ألم... ألم... طبيعي الام الظهر والرقبه الام نعم. الرقبه بالذات الام الرقبه الله يعطيك العافيه دكتور احمد خلينا نحكي تحدثنا كثيرا عن الالام واسبابها وانتشارها حقيقه وكيف انه احيانا اسلوب الحياه المتسارع يسبب هذه الالام صحيح. لأن صحيح. الانسان لا يهتم لصحته. بصحته صحيح خلينا نتحدث اليوم دكتور عن اهميه العلاج الطبيعي م. او الفيزيائي م. م. في التخفيف او التحسين من تحسين ألام من الظهر والرقبه اولا بسم الله الرحمن الرحيم فتح. يعني حقيقه نتكلم عن العلاج الطبيعي في الام الرقبه والظهر الى حد ما متشابهات م. لازم نعرف التركيب التشريحي لمنطقة الرقبة ولا منطقة الظهر يعني منطقة حساسة جدا في جسم الإنسان ليش؟ لأنه العمود الفقري عبارة عن فقرات الفقرات هذه ما بين كل فقرتين في غضروف الغضروف والفقرات ممسوكة بعضلات صغيرة والعضلات هذه مش دائما شغاله في جسم الانسان يعني مش دائما الانسان اللي ما بيعملش رياضه ما بركزش على هاي العضلات مش دائما العضلات بتكون شغاله فبالتالي اللي بصير ضعف في العضلات الان العمود الفقري إذا كان مش ثابت في مكانه فبالتالي بيؤدي إلى مشاكل، حنتكلم عن نوعية المشاكل وطبيعتها. العمود الفقري لازم يكون ثابت بقضيتين، القضية الأولى مجموعة عضلات البطن تكون قوية وثابتة في مكانها ومن الخلف مجموعة عضلات الظهر بحيث إنه يكون هو ممسوك ما بين مجموعة العضلات البطنية والظهرية ويكون ثابت. في معظم الأحيان شو اللي بصير؟ يا إما ضعف في عضلات البطن أو ضعف في عضلات الظهر فبالتالي بصير خلل عدم آه. توازن ضعف في عضلات الظهر كيف يعني يصير تقوس مثلا يصير يعني لها أسباب ضعف إلها عضلات أسباب. يعني ضعف عضلات الظهر عادة أبسط شيء بصير إنه الواحد مثلا حمل شيء ثقيل أو إرهاق في عضلات الظهر أو ما فيش تمارين لعضلات الظهر أو الإنسان مش مهتم بنفسه في جلسته يعني الجلوس وشغل المكتب وشغل التكنولوجيا الايباد والكمبيوترات هذه سببت مشاكل كثيره جدا عندنا في اعلام الظهر حقيقه، فهذه ممكن يعني واحد قاعد طول اليوم على الطاوله على الكرسي، ظهره محني، ما فيش اي حركه في في العضلات الظهريه، فبالتالي ممكن تضعف. عضلات البطن اسهل أكثر انها تضعف، فبالتالي بالنسبه للنساء اولا بالنسبه للنساء الحمل احد اسباب الرئيسية لضعف عضلات البطن وبالتالي ألم الظهر فبالتالي ألم الظهر يعني الحمل والميلاد هي من أهم أسباب لضعف عند النساء طبعا أهم الأسباب لضعف عضلات البطن مم. وعند الرجال السمنة كثير الرجال في عندهم ما شاء الله كرش بيعتبروا الكرش هذه وجاهة في, في دولنا فعشان يكون وجيه لازم يكون له كرش فبعرفش إنه هذا الكرش بيأثر بشكل كبير جدا على الفقرات فشو اللي بصير عندي إذا كان أنا الظهر عندي ممسوك أو العمود الفقري ممسوك ما بين مجموعتين من العضلات. واحدة منهم ضعفت، فبالتالي العضلة القوية أو المجموعة القوية بتسحب العمود الفقري باتجاهها. عندنا تركيبة العمود الفقري أو وضعه حساس جدا يعني لما يكون في حركات في تحدب في مناطق معينة في العمود الفقري، في تقعر في مناطق معينة في العمود الفقري. إذا اختل هذا التوازن بتسبب مشاكل، ليش؟ لأن منطقة المنطقة القطنية، منطقة السفلى من الظهر، هذه منطقة محدبة. تركيبه الجسم لما تكون هي محدبه الفراغات ما بين العمود الفقري او الفقرات والغضروف متساويه من الجهتين. تخيل تخيل انه احنا يعني في عندي فقره وفقره المسافه بينهم متساويات. لما تكون عضله تقوى على العضله شو اللي بصير؟ اللي بصير بتشد مش على ناحيه بصير بتميل الفقره على ناحيه بتكون من ناحيه الفقرة أقرب على الغضروف من ناحية أخرى فبالتالي بتصير ضغط على الغضروف بينتج عنه عن ضغط الغضروف إذا كان الضغط شديد جدا بيأثر على الأعصاب أهم عصب عندنا في المنطقة السفلى بيأثر عليه بسموه عرق النساء المنطقة السفلى من, الظهر. من الظهر عرق النساء مش عرق النساء كثير من الناس لك هذا عرق النساء لانه مم. يصيب النساء اكثر، لا هو عرق النساء اسمه مم. باللغه العربيه عرق النساء، صحيح يصيب النساء اكثر عشان الحمل والميلاد هاي قضيه. اذا كان الضغط شديد، اذا كان الضغط بسيط جدا بسبب عندي الام موضعيه في منطقه الظهر. نتكلم عن منطقه الظهر حقيقه الاول. فبالتالي اللي صار السبب الان واضح جدا انه اللي كان عندي عباره عن ضعف في عضلات اما البطن واما الظهر. طيب شو الحل؟ هل العلاج او العلاج الادويه بتحل مشكله؟ طيب في عندنا قانون في الطب بقول لك الاصابه الميكانيكيه لا تحل الا بحل ميكانيكي. الاصابه الميكانيكيه, الميكانيكية يعني صار في خلل في توازن الجسم الكسور مثلا اصابه ميكانيكيه لما نشيل شيء ثقيل وصار في بسموها خلجة الظهر هذه اصابه ميكانيكيه الاصابه الميكانيكيه لا تحل الا بحل بعلاج ميكانيكي م. مثلا الكسر لما يصير في كسر بقدرش انا اعطي المريض ادويه عشان الكسر يلحم مش ممكن ولكن شو اللي بدي أعمل الادويه حتخفف الالم فقط بس, بس مش بالضبط بس آه. مش, مش مش حتحل المشكله حتحل. شو اللي بدي اعمله هذه اصابه ميكانيكيه العمل الميكانيكي انا اجي ادخل المريض في غرفه العمليات واعمل تراكشن شد للمنطقه للعظام المكسوره واحطهم على بعض مقابل بعض وبعدين اعمل الجبس هذه عمليه ميكانيكيه آه. نفس الفكره في ضعف العضلات ضعف العضلات في الم ممكن تعطيه ادويه الادويه شو مهمتها تخفيف الام المريض الادويه الادويه ولكن كمان احيانا الادويه بتسبب مشاكل اكثر بغض النظر عن الاعراض الجانبيه للادويه لا أنا. الادويه بتعمل زي ماسك بتغطي اسباب المرض صحيح اذا اسباب المرض اتغطت فالمريض بيقول لك طب ما هو انا خلاص خفيت الالم خف اه ما دام الالم خف مشكلة. يبقى ما فيش مشكله م. فبالتالي انا تمام ارجع اواصل حياتي م. ونسي المريض انه الفتره هاي سببت ضعف في العضلات لو تكررت العملية عدة مرات من أول ما بروح للدكتور بعطيه أدوية بخف برجع بعد سنة مثلا بصير العملية بسمحنا احنا في عندنا في التدريس الفيش سيركل اللي السيركل المريض الدائرة المريض صعب إنه يخرج منها فبالتالي نصيحة للمرضى وللأطباء والأخصائيين العلاج الطبيعي إنه من المرحلة الأولى عشان تحمي الإنسان في بلدك في مجتمعك فبالتالي انت مش تعبان تقول له خذ الادويه عشان تخفيف الالام بس الادويه ما بتحلش مش مش لك المشكله الالم عندك ناتج عن يا اما ضعف العضلات فبالتالي المفروض انك تبتدي تعمل عضلات تقوي العضلات بالضبط لتقويه يا اما عضلات البطن يا اما عضلات الظهر كمان في قضيه مهمه جدا في قضيه تقويه العضلات كثير بقول لك عضلات روح اعمل تمارين روح اعمل رياضه لا 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 بتختلف تماما ليش؟ لو انا في عندي منطقه في الجسم ضعيفه ورحت اعمل رياضه او تمرين بعمل التمرين والرياضه لكل عضلات الجسم صحيح الضعيف بضل ضعيف والقوي آه. بيقوى فكي. بالتالي بضل قضيه عدم التوازن طب يعني انا السبب الرئيسي عندي في الام الظهر عدم التوازن, التوازن. ما عدم التوازن في قوه العضلات فبالتالي لما اعمل تمرين جيد انه المريض يعمل تمرين انا مش مش ضد يعمل تمرين ولكن بالدرجه ولا بدي اركز على المنطقه العضلات الضعيفه اقوي العضلات الضعيفة بحيث انها تصل في القوة الى شبيهاتها من العضلات فصارت قوة العضلات في الجسم متساوية بعدين بعد هيك المريض يروح يعمل التمارين كيف ممكن تقوية العضلات الضعيفة مثلا عضلات البطن لها عدة تمارين للبطن خاصة خاصة للبطن للظهر لها مجموعة تمارين خاصة للظهر بنركز عليها وصلنا في مرحلة مراحل المراحل انه صار في توازن نعم في قوة العضلات يروح المريض يعمل كل التمارين اللي حابب يعملها آه ما ما هذيك مسألة بزرق. مختلفه، اهم شيء التركيز على نقاط الضعف على نقاط الضعف، هاي بالنسبه للظهر مشكله الظهر لما يصير في الم، يصير في الم في منطقه الاقدام مم. يعني المريض بصير عنده صعب القدره على الحركه والمشي احيانا مش دائما الاخطر حقيقه منطقه الرقبه الرقبه منطقه الرقبه اخطر لعده اسباب، السبب الاول انه الفقرات في هذيك المنطقه اصغر صغيره والغضاريف ما بينهم كمان صغيرة في الرقبة في الرقبة وعادة احنا في في حياتنا اليومية الرقبة في عندنا ميول تكون الرقبة مايلة إلى الأمام نعم. دائما نعم. ما بنفكرش واحنا قاعدين بنشتغل حتى وانا الان قاعد مم. معك دائما رقبتي الى الامام، ما فكرتش اني احاول ارجع رقبتي الى الخلف عشان اعمل توازن. فبالتالي بننساها كثير جدا ولانه العضلات اضعف والرقبه محمل الراس محمل عليها بكل فقيل. وزن الراس ثقيل غير هيك حتى كمان في في مجتمعاتنا العربية أحيانا كثير إحنا بنستغل بنحمل إشي على الرأس عصر. بالذات لنساءنا حقيقة فهذا ممكن يسبب ضغط على الفقرات فبالتالي بالأساس هون المحافظة على الرقبة لأن الرقبة كمان نفس الفكرة زي ما صار عندي عرق النساء في المنطقة السفلى بصير عندي عرق العصب مهم جدا في الرقبة, في الرقبة. وبغذي منطقة مم. الأذرع أحيانا مم. يعني حمل الطفل الصغير على على الكتف مثلا هل مم. يؤثر على الرقبة؟ يعني بتوقف كيف أنا حملت الطفل مم. آه يعني في كثير بيحملوه على الرقبة آه ممكن يأثر وفي ناس بيقول لك احطه على ظهري، طب انت لما تحطه على ظهرك رقبة دائما راسك م. للاسفل م. الان انا كثير بننصح في بنشوف في شوارع الاعراس وبالحفلات آه. عاده بيحملوا العريس على كتفه على وكذا. يعني هذه فتره بسيطه يعني آه. يفرح العريس ويفرح آه بس المع... ممكن تاثر يعني تعمل خلل اذا كان معين. واحد ما خدش باله صحيح بتاثر يعني خلينا نتطرق للقضيه هاي بصراحه هذه قضيه مهمه جدا انت طرحتيها في حياتنا اليوميه نمارسها فبالتالي حملة نرجع لحملة الطفل هاي صورة للرقبة دكتور إذا بتحب تعلق عليها بالضبط يعني هي قضية صورة الرقبة لو شفنا كيف الفقرات هاي والفقرات هاي زي ما قلنا صغيرة ونشوف في الصورة هاي ما بين الفقرة العنقية الرابعة الثالثة والرابعة في عندي خلل صار في ضغط على الفقرات وضغط الغضروف صار في ضغط الغضروف ضاق المجال وعمل ضغط خارج المنطقة هاي الحالة بصراحة آه يعني ممكن من حادث تحدث من حادث وما بتطمنش انا مش كثير بطمن لهيك حالات لما بالذات لما ممكن الشلل تسبب يعني والشلل هون ممكن لو في ضغط حاد وقد اثر على الحبل الشوكي الشلل بصير رباعي نعم في هاي المنطقة نعم دكتور م. في صوره ثانيه حابب نعلق عليها وهي آه. طريقه الجلوس هون آه. في قياده السياره يعني كثير كثير مبسوط انه جبتوا صور الجلوس هاي والشغلات هذه شغلات مهمه جدا لانه كثير من الاحيان احنا بنعمل شغلات خطا واحنا مش واخدين بالنا نبدا بالصوره بالزبط. الاولى للسياقه للسياقه شفت كيف هو قاعد وكيف ظهره محنى صحيح. ومش واخد باله ده دا عادة دائما دائما بنحاول احيانا من الحذر الناس بتكون هيك قلقة يعني آه, آه. آه. لا حقيقة لازم يكون قاعد الظهر عدل مستقيم زي الصورة الثانية شفنا كيف مستقيم وفي مخدة أو كوشن وهو حاطط كوشن خلف الظهر اللي هي ليش الكوشن هذه؟ مم. عشان تحافظ على تحدب المنطقة القطنية آه. من من الفقرات فبالتالي هذه الجلسة كثير كثير مهمة وأنا شايفك وجدان شفت الصورة بديت تتوصل اه, آه صرت <applause> <applause> نفس <applause> الفكره نفس الفكره الصوره الثانيه الجلوس العادي احنا كلنا بنجلس على مكاتب وعلى اثناء الاكل بالذات اثناء الاكل بنبقى قاعدين ومش داريين على حالنا والظهر محني بدون صحيح فبالتالي لا لازم دائما كيف مهم جدا انه يكون الظهر ملامس للكرسي لظهر الكرسي لظهر المقعد الحمل الاغراض <applause> الحمل هذه كمان شغله مهمه جدا قضيه حمل الاغراض هذه من القضايا اللي بتشكل بتسبب مشاكل كبير جدا وبنفتكر انه احنا انه انا بس لاني حملت شيء ثقيل لا يعني حقيقه ممكن يقع منك الم على الارض وتنزل الطري بالطريقه اللي مش طبيعيه وتصير غضروف مش مش بس وتصير غضروف يعني المساله مش في ثقل مش الاشياء مش مش بس في ثقل الاشياء أنا. لا في قضيتين القضيه الاولى متعارف عليه القانون في بريطانيا مثلا م. المراه ممنوع تحمل اكثر من 18 كيلو والرجل ممنوع يحمل هي اكثر انا ما بعرف فيها ممنوع يحمل اكثر من 20 كيلو نعم. ولكن طريقه الحمل كيف اذا كان في صندوق على الارض اهم شيء اعمل احاول اجلس اثني الركب واجلس آه. رقم واحد رقم اثنين اقرب الشيء اللي بدي احمله علي اسحبه باتجاه جسمي بحيث ما يكون هو بعيد عني واحاول انا اعمل مد في ظهري يكون قريب علي وبالتالي بعد ما يكون قريب علي أحط إيدي تحت الشيء اللي بدي أحمله وأقف وأفرد ركبي وأطلع فبالتالي بيكون التحميل هون مش على الفقرات القطنية التحميل معظمه على الركب وهذا شيء جيد ما فيها منه مشكلة نعم. هذه بالنسبة للأشياء طريقة سكيات... الجلوس ال... إذا وحمل هذه بالنسبة الأشياء. للأشياء الثقيلة مم. بس كثير بقول لك أنا ما عملتش ولا شيء بيجيني المريض بقول أنا ما عملتش ولا شيء كل صار الألم نزلت أجيبه وطلعت خلص انتهى الأمر فيش آه عندها مرات حركة. دكتور ربما حركة سريعة هي أولا حركة سريعة بعدين آه. معظم المشاكل بتصير لما يلف الواحد بيكون بيطمل شيء مع التفاف <تصفيق> اللفة <applause> هاي هاي اللي بتسبب المشاكل صحيح. يعني اللفه بتسبب مشاكل خطيره بطريقه خطيره جدا والناس ما بغض النظر بغض النظر عن م. ثقل الشيء نعم لك شيء خفيف بدي اروح اطمل اجيبه بروح يطمل بالطريقه الخاطئه بيعمل لفه في الظهر فبصير ضغط على الفقرات وبقول لك انا سمعت حتى كليك في ظهري اه كليك هذا لانه في الفقره صار فيها التواء فنخلي بالنا جدا حقيقه من هيك شغلات طيب دكتور اذا الطريقه الصحيحه في الجلوس يعني هي مساله هي اهم شيء اهم شيء في الجلوس في يكون مستقيم وبقدر الامكان حاول بقدر الامكان انه الظهر يكون ملامس للكرسي لا الكرسي لانه عاده يعني لو كل واحد يجربها حاول يقعد انا هلا بعيد اول ما بعدت عن الكرسي شو اللي صار؟ عمل تقوس في ظهري بس انا مش حاسس انه مثبت فبالتالي لما ارجع الى الخلف واحس انه ظهري لامس الكرسي ظهر نعم. الكرسي فبالتالي انا في الوضع السليم وتكون الرجلين الى حد ما على الارض بزاويه 90 او 100 درجه ما فيها فيش فيها مشكله نعم. هاي من ناحيه الوقائيه اما اذا وقع الخلل دكتور اذا وقع الخلل الان الخلل على ثلاث مراحل نعم. نتكلم عن المرحله الثالثه من الغضروف المرحله الثالثه من الغضروف ما حكينا غضروف اصابه ميكانيكيه المرحله الثالثه ما لهاش الا غير حل ميكانيكي في المرحله الثالثه من المشاكل العمليه الجراحيه عملية آه، الغضروف. هاي المرحله الثالثه انا أتكلمت عن اخر مرحله آه. حقيقه يعني انا ألفت الانتباه لانه العمليات الجراحيه في المنطقه هاي في ال في ال في الزمان كانت خطيره وصعبه الان سهله بمنظار انت بمنظار بالمستشفيات ولكن هل كل واحد اشتكى من ألام في الظهر يجي الطبيب يقول له نعمل لك عملية جراحية لا العملية الجراحية لها قوانين شروطها, شروطها. شروطها ثلاث شروط أي واحد من الشروط الثلاثة هذه موجود عند المريض ما في حل إلا العملية الجراحية مم. الأول ألام مستمرة لمدة 24 ساعة لا تستجيب للمسكنات هاي آه. الشروط العملية إذا, إذا استجابت للمسكنات العملية صارت مش شرط آه. اذا ما استجابت للمسكنات ولمده 24 ساعه مستمره هذه احد الشروط الشرط الثاني بصير في ضعف او الى حد ما عباره عن شلل في الرجل او منطقه القدم وساعتها العمليه يجب ان لا بالضبط معنى الحكي نصير صار في ضغط على العصب فه. مباشر والضغط هذا بسطه يوصل الـ الـ الرسائل العصبيه الى منطقه الفخذ والقدم هي. المنطقة الشرط الثالث عدم التحكم في البول والبراز هي برضه نفس الاسباب ضغط على منطقه الاعصاب اللي هي المنطقه هاي بسموها حتى منطقه الكودا اكواينا اللي هي ذيل الحصان، الاعصاب نازله شبيهه بمنطقه ذيل شبيهه ذيل الحصان آه. فبتوقف وين صار الضغط على اي منطقه على, على اي عصب ممكن الجهاز البولي او يتاثر فبالتالي مثل هون مثلا دكتور يعني هون هاي شغله واضحه الغضروف كيف الغضروف طالع باللون الاحمر واول ما طلع الغضروف صار في جرح اللي صار هنا في الغضروف جرح في الغضروف وطلع مم. اللي بيطلع من الغضروف اللي هو وسط الغضروف لانه الغضروف من الخارج يعني ناشف اكثر منه في الداخل في الداخل يعني عباره زي ماده جلي بس جلي قوي فبالتالي صار الجرح فطلع العصب ضرب وين هذه القضية ضرب وين عندي هنا ضرب على الحبل الشوكي مش العصب أنا اللي شايفه هنا الحبل الشوكي مش العصب لأن العصب بتكون جاية على الجنب هذا بيكون في الوسط في حالات زي هيك ما في حل عندي إلا العملية الجراحية وفي العملية شو اللي بيعملوه بيشيل الجزء اللي كان خارج عندي شفت كيف بروح عامل له قطع بيقطعه وبشيله القطع لا يؤثر على الغضروف لا ما هو على الغضروف ليش؟ لانه يعني الغضروف بعدها بفتره من الزمن بصير فيه تيبس تيبس طبيعي آه. اللي طلع طلع انتهى الامر بعد فتره من الزمن بصير تيبس لما يصير التيبس الغضروف بسبب له مشاكل اه, آه. لما نشيل آه. ال اذا في اعراض جانبيه بعدين طبعا آه. أنا اتكلم عن الاعراض الجانبيه اللي بصير انه احيانا لما انا اصير اعمل القطع شو آه. اللي بصير؟ اللي بصير ما هو الغضروف حجمه معروف ومساحته معروفه آه. بتقل لما تقل شو بصير في الفقرة تنزل آه. لما تنزل الفقرة ل... بس. لا تنزل الفقرة تحت آه. الفقرة اللي منها وأعلى بتتأثر آه. فالآن شو بيعملوا الآن لما يشيلوا الغضروف بيعملوا عملية آه تثبيت تثبيت, تثبيت. آه. بيجيب مسمارين بين الفقرات وبثبت المنطقة هاي حتى ما تأثر على الفقرات الثانيه الثانية, الفقرات الثانية. آه. آه. إذا كان الفقرات ضعيفة آه. الآن بيعمل فيه حقن آه عظم الان في ماده بيعملوا فيها حقن للغضروف مثل او لزراعه عظم بالضبط يعني الى حد ما بس هم بيحقنوها زي ماده الجبس للعظم تحقن اذا كان المريض عنده هشاشه عظام وتتحمل لازم أه طبعا تتحمل. اذا كانت هشاشه عظام وما فيش امكانيه انه العظم يتحمل فبيعملوا حقن للمنطقه بحيث انها تقوي العظام بالضبط زي قضيه زراعه العظام هاي المرحله الثالثه حكينا عنها المرحله الثانيه حقيقة لأن الألم بيكون موجود وما دام الألم موجود ولكن بيستجيب للمسكنات فبالتالي أنا شغلتين المسكنات على أساس أخفف الألم وتمارين لمنطقة البطن والظهر باستمرار إذا كانت الألم في الظهر أو منطقة الرقبة بنفس الكيفية تمارين تمارين، التمارين الرياضية هي عبارة عن حركات معينة مش عارف إذا كان موجود عندكم بالضبط يعني هذا من من أفضل التمارين اللي أنا شفته يعني للأول لو المريض بس يتبع التمارين هاي يعني شفت الست هذه كيف السهم وين نازل؟ السهم نازل لتحت معناته إنه المريض وهو بهذا الوضع يحاول يضغط عضلات البطن حتى يلا. لأسفل لما يضغط عضلات البطن الاسفل اللي بصير بيعمل تقويه لعضلات البطن <applause> هذه كمان شغله كثير مهمه جدا والتمارين الاخرى يعني كلها بالتدريج يبتدي التمارين وحقيقه ما فيش إشي يعني التمارين هاي كلها بالتدريب زي ما ما شايفينها <applause> بالصوره ما فيش علاج لالام الظهر الإصابة الميكانيكية إلا هاي التمارين، ما حد يحكي لي أبداً إطلاقاً عن عمليات أو أي يعني شيء يعني عمليات في هيك مرحلة من العملية خطيرة، يعني شفنا كيف العملية ممكن تأثر آه. على الفقرات. آه. كثير من الناس في المرحلة الثانية بصير في كيف يعني مش عارفين الأطباء حايفين. هل نعمل عمل عملية نعمل عملية أو, أو ما نعملش عملية. أنا سياستي سياستي دائماً ابعد عن العملية، العملية لما كنا ثلاث أسباب. آه. بقدر الإمكان ابعد عن العملية، ممكن تتحسن عن طريق التمارين والأدوية التمرين تمرين زائد الأدوية الأدوية المسكنات لأنه أحياناً الألم تكون شديدة شديدة بالتمرين. ما بقدر يعمل التمرين نعم. فبالتالي نقول نروح للدكتور بيعطيك أدوية تسكن الألم وإذا كان في التهابات تخففها وبالتالي مارس التمرين نعم. كيفية ممارسة التمرين النصيحة أنه يمارس التمرين مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة المغرب قبل ما ينام وبعد فترة يعني بعد يومين ثلاثه من بدايه ممارسة التمارين كثير من المرضى بقول لك انا بديت التمارين اللي انت بتحكي عليها بس صار الام الظهر عندي اكثر صحيح هذه فيش فيها مشكله ابدا ليش لانه انا بديت احرك عضلات لها فتره زمنيه طويله مش متحركه, مش متحركة. فبصير فيها الم ولكن اذا الالم استمر اكثر من اسبوع ترجع للطبيب يكون في شيء خطا في في نعم. التمارين نعم دكتور اذا ما تحدثنا عن الرقبه هناك بعض التمارين لا ادري انه هاي التمارين صحيحه او لا ممكن نشوفها مع بعض يا ريت اه يعني آه الان هو التمرين هذه حركات الرقبه المفروض إلى حد ما جيدة حركات هي طبعا مش لازم بطريقة سريعة يعني هاي الحركات بالضبط بالدرجة الأولى في حركات الرقبة تكون الحركات بسيطة وببطء ليش؟ لأنه نحن بنعرف الوبلاش انجري اللي هي إصابة الرقبة من في حوادث السيارات شو سببها الوبلاش؟ سببها إنه السيارة بتوقف وقفة مفاجئة بسرعة وبروح الرأس مو والسياره ماشيه الراس ماشي بسرعه السياره والجسم ثابت سرعه الجسم صفر والراس ماشي بسرعه السياره فلما توقف السياره فجاه شو اللي بصير الراس بيروح ضارب الى الامام فبالتالي الضرب المفاجئه هذه مع انه ما اي مشاكل بس ممكن تعمل خلل في منطقه الرقبه فبالتالي الحركات هي كتير مهمه جدا يعني اي انسان حتى لو بقول لك انا كيف الحركات اللي بدي اعملها ما فيش داعي انك تروح تتفرج على كتاب او تشوف الويب ايش اللي يعملها الرقبه عندي لها ست حركات وكلنا بنعرفها الا الثني الرقبه الى الامام ولا الخلف صحيح وعلى الجنبين مم. والروتيشن الدوران مم. هاي ال... بس احيانا الناس بتحركها بطريقه سريعه أو ما احنا و... قلنا. وحتى يكون في طقطقه مم. مم. في صوت ممنوع في اللي... تحركها بطريقه سريعه مم. بالدرجه الاولى وبت بالتدريج يعني تاخذها ب... واحد واحده واحده واذا كان حتى احنا قلنا مرتين في اليوم اذا كان في البدايه حسيت انه فيش عندك الامكانيه من شده الالم تعملها مرتين في اليوم فلا مانع انك تعملها مره في اليوم احنا آه بننصح المرضى كمان اه بننصح المرضى كمان كل تمرين تعمله 10 مرات يعني ثنيه الرقبه آه. الى الامام 10 مرات بس كيف نعمل التمرين طبيعه العمل لما اعمل الحركه للامام ثني الرقبه للامام بحاول انتظر خمس ثواني هذه آه. بسميها منطقه الاكشن العضله الاكشن آه. لها خمس ثواني ولما ارجع اخليها 10 ثواني اوكي عمليه الاكشن اقل او نص المده لعمليه الراحه ليش آه. لان انا الفكره مش بس الحركه لا انا في الحركه ببعت ببعث رسائل للمخ فانا بدي المخ يستوعب الرساله اللي بتصله فبعث لها بخمس ثواني بقول له سجل المرحله عندك هاي الحركه المفروض تنعمل بقول <applause> للمخ سجل وبريح العضله كمان فتره محدده والاستمرار عشر مرات كل مره زي ما حكينا الاكشن اللي هي <applause> الرقبه خمس ثواني ترجع للخلف كل تمرين عشر, عشر مرة. تمرين عشر مرات كل تمرين 10 مرات مره في اليوم او مرتين مره في اليوم اذا كان الالم شديد بقدر المريض يعملوا مرتين آه. ولكن اذا في مجال يعمله مرتين ممكن يعمله مرتين في ال... حتى لو ما في الم هل تنصح بهذه التمارين أ... أجيلك نحكي عليها المرحله الاولى انه في الم بس الالم الشديد ما فيش داعي ياخذ الادويه بس يركز على التمارين اللي حكينا عنها آه. الافضل من هذا كله الوقايه مم. لانه لو ما فيش الم هل معنى ذلك انتظر لما يصير عندي الم اعمل التمارين؟ لا انا حقيقه بنصح كل انسان، كل ام، كل اب، كل رجل بيعمل اعمال شاقه، في الوطن العربي عندنا كل الاعمال شاقه ونسائنا الله يعطيهم الصحه دائما في مرحله حمل وولاده. فبالتالي انا بنصح الجميع انه يحاول بقدر الامكان انه يعمل التمارين هذه قبل ما يصير عنده الم في الظهر، يعملها ولو مره في اليوم. يعني انا شخصيا يكون عندي مشاكل في الظهر بعمل التمارين. الان الحمد لله تاتش يعني ما فيش الام في الظهر بس الحمدل. بفتكر دائما انه ما عملتهاش الاسبوع هذا، ليش ما أوه. اعملها؟ وحقيقه هي الوقايه الاساسيه وزني بالدرجه ولا بس أكيد. بالتالي أكيد. الـ الـ لازم اعمل التمرين هذه ولو مره في الاسبوع بس للمواصله، فانا بنصح في البدايه لا ما تعملهاش زي مره في الاسبوع لفتره كوقايه يعني كوقايه تعملها لمده اسبوعين ثلاثه، كل يوم تعملها مره، وبعد هيك كل لو افتكرت مره في الاسبوع ما فيش مانع انك تعملها يعني من الناحية الوقائيه هل تساهم مثلا في تخفيف حده الالم حينما في الوقايه في, المشكلة؟ في الوقايه حقيقه ممكن كمان ما تحدثش المشكله آه الا صحيح. اذا في حادث يعني في ال... انا بعمل وقايه اذا عندي العضلات قويه مم. المجموعتين عضلات البطن وعضلات الظهر والرقبه من الامام ومن الخلف اذا العضلات قويه مم. وما فيش عندي اصابه خارجيه مم. ما فيش عندي حادث ما فيش أيوة. سبب والعظام طبعا وضع العظام جيد ما فيش عندي هشاشه عظام ما فيش عندي مشاكل فبالتالي ما فيش عندي سبب يؤدي الى م. مشاكل في ال الظهر فبالتالي ممكن ما يظهرش الالم نا. دكتور أبداً. احمد المشي يقال انه المشي يقوي عضلات الظهر ويحد من الامه الى اي مدى صحة ذلك؟ أه خاصة انه الناس عادة لما يكون في عندها الام لا تتحرك تفضل يعني عدم صحيح. الحركة يعني هي المشي من اهم التمارين المفروض نعملها لالام الظهر مم. حقيقة من اهم لمن يستطيع ما هو في كثير ناس بقول لك من الالام الظهر مش مسمى لا يستطيع المشي وهو في السرير نايم لا يستطيع انه يتحرك يتحرك في السرير نفسه مم. فبالتالي انا ما ليش اقول له بالتالي المشي اهم شيء قوم امشي، لا هو مش قادر يتحرك بالسرير، يعني ناخذها بالتدريج امتى بدي تتحرك، يعني عادة إذا كان الإصابة مش من المرحلة الثانية أو الثالثة في مم. الألم الظهر، ممكن نستمر احنا شو هان لما يجي المريض بدي يتعالج الألم الظهر، بقول له أسبوع راحة مم. بالسرير وبعد الأسبوع هذا حركة بتبتدي تتحرك، بس هذا النظام متعارف عليه يعني أو. في بريطانيا، أسبوع مم. للمريض الأسبوع هذا تنام على شيء مش مش طاري كثير جامد وتقلل من الحركة لغاية لما تستقر الأمور بعد ما تستقر الأمور تبتدي تعمل التمرين أهم شيء من التمرين هي المشي ليش؟ في المشي أنا الترنك يسموها بالعربي القد قد الإنسان المنطقة الوسط في الظهر هي المنطقة الواقفة لما توقف هذه في عندي عضلتين في في الظهر عضلات مهمة مهمة جداً هي اللي ربنا أعطانا إياها مختلفين فيها عن الحيوانات الحيوانات ما بتمشيش على رجلتين لأنه العضلة هذه مش موجودة العضلة هذه موجودة من أول الظهر الرقبة بتنزل لآخر الظهر هي مسؤولة عن قدرة الإنسان الوقوف على قدمين م. مش على أربعة زي الحيوانات <applause> هاي العضلة من أهم العضلات اللي أنا ممكن أشتغل عليها إذا فيها مشكلة حقيقةً بسبب مشكلة كبيرة جداً و بقدرش يقف على رجل <applause> <رجلتين تصفيق> الفكرة، فبالتالي الوقوف فعلاً بيقوي هالعضلة بس الوقوف في حد ذاته حتى بدون أنا ما أعمل تمارين بس الوقوف بيحط العضلة هذه في موقف العمل الأكشن تبعها وبالتالي بتقوى بس كمان ألحقها بالوقوف بالمشي ولكن كثير من المرضى بقول لك والله أنا مشيت وكان المشي عندي كثير جداً ممتاز بس ما قدرت أرجع. طيب ما حدش قال لك تمشي ساعتين لما يبتدي المرض تقولي لي بدي ارجع فانت انت عارف انه مثلا ما ابتديتش تعمل حسابك انت طالع من البيت بدك تمشي ساعه تروح مم. نص ساعه وبترجع في نص الساعه الثانيه بس كثير بكون مبسوط على نفسه انه بيمشي مسافه بضل مش يمشي بيتعب طب ما هو طبيعي بيتعب لما بيتعب بده يرجع ولا لا ما صعوبه ما باللعب. قدرش يرجع مم. طب ما هو قديش مشيت ساعتين ثلاث ساعات مم. فهي بس المشي التمرين الاول للقضاء على آلام الظهر في المراحل البسيطه مشكلة الام الرقبه والنوم يعني الطريقه اللي بينام فيها صح. الانسان دكتور او وأنواع الوسادات اللي آه التركيز يعني تركيز عليها هذه آه هذه منطقه مزعجه كمان يعني صحيح في, في الرقبه بالذات اللي بصير انا عندي عشان الرقبه مرتبطه بعضلات الراس فالمريض مش بس بصير يكون عنده في الم في الرقبه احيانا كثيره جدا بيجيك عندي صداع شديد جدا صحيح عندي يعني اشياء او عندي مش عارف زغلله في العينين مم. التوازن كله اختل في قضية مم. اهم الشغلات اللي بنركز عليها في منطقه الرقبه اه فعلا اولا شو بتشتغل؟ اعمال مكتبيه هاي رقم واحد آه. رقم اثنين كيف بتنام كيف بتنام مم. بالدرجه يعني احنا بننام الانسان العادي اللي بنام ثمان ساعات ثمان ساعات وانت نايم فاذا كان في حصل اي مشكله فبالتالي ممكن المشكله هي تتفاقم في كثير من الناس متعودين يناموا على مخده واحده م. في ناس بقول لك على مخدتين، في ناس بقول لك لا يعني من غير مخده آه بتوقع يوه. صحيح التركيز في منطقه الرقبه هون على منطقه انه منطقه الرقبه كمان منطقه محدبه، التحديبها بسيط جدا. المفروض انه انا وانا نايم تكون الرقبه الوضع المخده مش الرقبه مش نازله وما تكونش طالعه. فيعني بدون مخده بتكون نازله. صحيح. فبقول لك اللي بقول لك انا بحب بعرفش انا مخده هاي خطا واللي عم مخدتين واللي بتكون مخدتين بتكون و... رقبه عالية. طالعه مش خطا المفروض عندي الرقبه تكون مستوى واحد آه. فبالتالي اذا كان مخده مثلا بقول لك انا مخدتين هو بقول لك هو قال مخدتين ممنوع لا يعني في مخده حجمها هالقد حسب الحجم وفي, آه وفي مخده حجمها صغير صحيح يعني انا شخصيا بحط مخدتين بس حجمهم صغير جدا أيوه. فبالتالي يعني هم اهم شيء يكون في يعني تساوي يعني ما منطقه الرقبه تكون مستوى لا, لا مرتفعه ولا, 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 ولا بالضبط. الان حقيقه في مخدات كثير ممتازه غاليه حقيقه بس ممتازه بسموها الميموري فوم مم. هاي جيده ليش انا لما تنام عليها لمده اسبوع بتاخذ الشكل الراس تبعها تأخذ فريم الراس آه. وفريم الرقبه آه. وبتحافظ عليها يا وكل غاليات بس حلوين بس مم. حلوين اه يعني بستنى الواحد تخفيضاته بيشتريها هذول ما هم فيش فيهم تخفيضات آه يعني خلص. يعني من 80 ل 110 باوند تمام آه في, في بريطانيا مم. بس منيحه يعني للي يعني آه من جربت الام جربت أنا الرقبه انا شخصيا جربتها آه. يعني أنا عندي واحده الان بصراحه من رائعه رائعه جدا انت بتنامي بتاخذ يعني هي بتعمل آه تأخذ وضع راسك والرقبة مع بعض ياه. وبترتبهم مم. واذا كان الضغط منطقه مم. اكثر من الثانيه فبتروح نازله واعتقد أنه بيكون مريح اكيد جدا إيه. مريح يعني لانه احيانا أه. المخده او الوسادة أه. ومش محتاجه بتقول لك مخدتين ثلاث مخدات لا, لا. هي هي بتعملها واحدة. لحالها مم. هاي اذا حابب انت مخدتين هي بترفع المنطقه آه. مش هي بترفعها بكون الضغط اقل فبالتالي مش محتاج ان اذا محتاج مخده واحده وزن راسك بيعمل الفوم بنزله لتحت بيعمل تساوي في الظهر هل تنصح بها اللي عندهم مشاكل في الرقبه ايضا بالتاكيد بنصح مم. فيها بس يعني كيف يشوف شو المشاكل الرقبه في الاول وما يكونش المشكله صارت ويقول لك اه بدي اروح المخده هاي بدها تعالجني هاي المخده مش تعالجوش ما بتعالج لا هاي بتريحه في النوم العلاج نرجع للعلاج ثلاث مراحل مم. اما العمليه اذا كانت الحاله مستعصيه جدا مم. وفي مشاكل أو العلاج, والت... العلاج الدوائي وال... والتمارين أو التمارين لوحدها طيب بنفس الفكرة. احنا دكتور ركزنا على التمارين <applause> الشخصية اللي الإنسان <applause> بيعملها ولكن في <applause> تمارين لازم يعني تكون من خلال تدخل متخصص صحيح صحيح ب... بالضبط يعني هي الفكرة م... م... عشان يعني يقول لي والله أروح بدي أعمل تمارين التمارين بنشوفها بالتلفزيونات لا يعني حقيقة أحيانا التمارين ممكن تؤدي إلى مشاكل اذا كمان تم اذا ما انعملت بالطريقه الصحيحه يعني ببساطه جدا لما شفنا في الصوره بالنسبه للظهر كيف المريض وهو نايم على ظهره وبيشد بتني ركبته وبيشد ركبه باتجاه جسمه مم. شد الركبه باتجاه الجسم لازم يكون مستوي في خط مستقيم مم. اذا ما كان الشد في خط مستقيم بهذا الشكل فانا بالتالي بسبب مشكله اكثر لمنطقتين عظمه الحوض بتتاثر او المفصل الحوض بيتاثر بدرجه أنه صار الوضع مش 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 صحيح والضغط اللي بصير على العمود الفقري بصير اكثر فبالتالي ممكن المشاكل اللي بتنتج عن الاخطاء في التمارين الرياضيه تسبب مشاكل اكثر من المرض نفسه يعني فبالتالي لازم يكون لازم حذر الواحد بالضبط يعني لازم احنا في عندنا حاجه بسموها اكسرسايز <applause> بريسكربشن يعني الوصف احنا بنقول الوصف الطبي الوصف العلاجي أنت بتوصف للمريض التمارين اللي المفروض يعملها وصف بيعطيك الوصف بقول لك انت المفروض تعمل واحد اثنين ثلاثة من التمارين فبالتالي بالتاكيد اذا, إذا كان في مشكله لوحدها لا تكفي يعني يجب هلاتك. ان ياتي متخصص ويشرح. ويشرح طبيعه وليش كل وايش سبب كل تمرين وايش كل تمرين بيعمل آه. ويعملها المريض في المره الاولى يعملها امامه ويتاكد انه كمان المعالج يتاكد انه التمرين صح بالتالي ممكن انا اقول له ايش؟ خلاص روح انت مارس في البيت ولا صارت اي مشاكل تتصل معي وهذا النظام اللي بيستخدموه في بريطانيا الان لانه ما فيش وقت عندهم كثير للمرضى فبيجي المريض بي يعني بيستمر معه ساعه بيعلمه بالضبط التمارين وبقول له كمان مكتوب التمرين على على ورقه هاي الورقه ولو في عندك اي مشكله اتصل معنا على هذا الرقم فيا ريت يعني في تكون نفس الممارسات التمارين معروفه والناس ما يعني تستهينش بالتمرين يقول لك مو هذا التمرين شو بدي أعمل لي بسيط التمرين وكذا. الخطأ ايه. أحياناً هاي وحدة آه. بس بالنسبة للمرحلة م. الثالثة والمرحلة التي يعني تحتاج م. إلى عمل عملية. جراحي آه. 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 بعد العملية الجراحية يحتاج الإنسان إلى إعادة <applause> تأهيل يعني هو حقيقةً مش بعد العملية آه. قبل العملية في كثير من الجراحين بيقول لك أنا فيش عندي المقدرة إني أروح أعمل عملية بهذا الوضع ليش؟ لأنه العضلات ضعيفه جدا اول وزن زياده مثلا الوزن زياده, مثلاً. زيادة مم. والضغط عالي بغض النظر عن الضغط في الشغلات هذه بس بتكون العضلات ضعيفه جدا اذا مم. العضلات ضعيفه جدا انه بده يعمل العمليه المريض بيقول لك ما انا عملت العمليه ثاني او ثالث يوم العمليه بدي اقوم امشي طب هو عضلاتك لا بتسمحش انها تثبت العمود الفقري فبالتالي اللي صار انه شالوا الغضروف مثلا من منطقه فيها الالم عضلاتك غير عندها القدره انها تمسك تثبت العمود الفقري نفس فبالتالي المشكلة. على فقره ثانيه أوه. فقرة أعلى وفقرة أعلى وهكذا فبالتالي يعني إذن قبل العملية يجب قبل العملية كثير من الجراحين بنقول للمريض روح اعمل تمارين لمدة أسبوع وتعال وبعد العملية التمرين كمان مهم جدا وبيستمر التمرين وهو في داخل المستشفى بيجي له الاخصائي كل يوم بيعمل له جلسه بعد ما يعملوا ديسشارج هذا يسمى العلاج الطبيعي طبيعي. يعني. من المستشفى بعد هيك بيقولوا له تعال احنا على العيادة الخارجيه ثلاث مرات في الاسبوع بعد هيك بيقولوا له هي النصائح اللي تستمر عليها لطول حياتك نصائح فبت... انه يزاول التمارين, التمارين بشكل, بشكل يومي بشكل يومي بشكل مستمر يعمل جهده انه يكون عندي الفقرات او العضلات قويه وطبعا الوزن وما الوزن والشغلات هاي كلها بيعطوا النصائح من سأح. الشروط الرئيسيه ال 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 الوزن يمكن الوزن, 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 الوزن تحديدا الوزن بالتاكيد الوزن كيف تحمل الاشياء الثقيله ممنوع ال ال القعده على الكرسي لمده قديش يعني مم. كثير من الناس بنقول يعني كثير انت بتشتغل طول يوم قاعد على الكرسي اوكي ممتاز يعني ما في مشكله طب افتكر تحرك. يعني كل ساعه كل ساعتين اتحرك من السرير الكرسي نحن قديش صرنا قاعدين هلا لازم لا نسال أقل مخرجنا قديش قاعدين صرنا نص ساعه ولا اكثر <تصفيق> <تصفيق> يعني نقوم <applause> نتحرك <ساعة. تصفيق> لا تتحرك شو بس انت عدلي ظهرك خلاص انت <applause> خلص انا رح اقعد من يوم رايح بشكل مستقيم <applause> ان شاء الله <تص check guys> طيب على كل حال نحن يمكن نحتاج هلا لانه نتحرك لانه احسب ما قال لي المخرج انه قرب الوقت على الانتهاء نصيحه <applause> اخيره دكتور <تصفيق> <تصفيق> قبل من um <تصفيق> <تصفيق> نصيحه قبل ما نعمل شوي طريقه النصيحه الاولى يعني النصيحه الاولى للاطباء والاخصائيين في الوطن العربي <applause> حاول بقدر الامكان انك ما تكتفيش, تكتفيش اذا كان في اصابه ميكانيكيه في الظهر ما تكتفيش بالعلاج لانه العلاج بيؤدي الى تقليل الالام ولكن السبب موجود حاول بقدر الامكان تعالج السبب وين السبب الموجود في الالام حاول تعالجه وما تنتظرش لما المريض يرجع لك ثلاث او اربع مرات وبعدين تفكر انك تحوله على العلاج الطبيعي حاول من المرحله الاولى تحوله على العلاج الطبيعي بحيث انه يضل في جزء من العضلات قوي ويتقوى ويخف ويقلل مرحله العلاج هاي بالنسبة للأطباء والأخصائيين <applause> بالنسبة للمرضى تروح على الدكتور وتستمر مع نفس الدكتور ما تروحش على الدكتور اليوم ما خفيتش ثاني يوم تروح على دكتور ثاني ثالث يوم تروح على دكتور هذه هذه مشكله كبيره هي تاخر العلاج جدا هاي واحده الشغله الثانيه مش كل شوية ألم بصير عندك صار عندك ألم من وين ثلاثة تقول لك والله هاي مرحلة كبيرة والدكتور قال لك غضروف يروح تروح تجري تعمل عملية وأنا بسمع كثير من الناس بقول لك أنا بدي أعمل عملية يا يعني عمي أنت مش محتاج عملية صح في ناس فورا آه يعني فبقول لك لا أنا بدي عملية وافتكر أنه هي العملية هي تحل كل مشاكل ما بيعرفش أنه العملية ممكن تسبب له مشاكل أكثر نصيحة رقم ثلاثة مضاعفة نصيحة رقم ثلاثة التمارين أهم شيء التمارين اقل شيء اذا ما فيش عندك الامكانيه انه شخص يعطيك التمارين المناسبه وكيف تعملها بالطريقه المناسبه المشي السباحه هاي ما دام المرض مش موجود هاي شغلات كثير مهمه بس السباحه ال كمان بطريقه خاطئه ممكن تعمل مشاكل هو لسه احنا بنحكي عن السباحة ما فيش الم آه اذا ما فيش الام لا يعمل تمارين الجري المشي السباحه ما فيها مشكله اذا بدت الالام لا لازم يبتدي التمارين عن طريق اخصائي بحيث يوجهه شو التمارين الافضل لانه كل شخص له تمارين مختلفة عن الآخر، أيوة. فبالتالي حسب العمر والوزن وكل العمر التفاصيل وال والألام, آه. والألام أين هي موجودة آه. آه. يعني وكمان ما تقولش ما هو أنا بعمل تمارين طول حياتي فبالتالي أنا مش محتاج إني أروح أعمل تمارين عند أخصائي لهذه المنطقة، لا أحيانا معظم المشاكل اللي بتصير في آلام الظهر والرقبة عدم توازن في مجموعة العضلات أو المجموعة العضلية، فبالتالي بدي أنا أقوي المجموعة هاي الضعيفة أوصلها لنفس قوة المجموعة المقابلة وبالتالي بيصير في عندي توازن بعد هيك روح اعمل التمارين اللي انت عايزها شكرا جزيلا للدكتور احمد عائش يونس استاذ الاعصاب والتاهيل شكرا جزيلا شكرا على مشاركتك معنا مشاهدينا اشكر حسن المتابعه اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات دمتم بخير الى اللقاء